ذكرنا أن من الغزوات الخندق، الأحزاب. هذه الغزوة خوف، برد شديد، اجتمعوا جموع، اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، اذكروا نعمة الله عليكم، صرفهم الله. بعد هذه الغزوة ما استطاع أحد أن يغزو أهل الإسلام، قدر الله شرعا وقدرا أن بعد هذه لا أحد يغزو، بل النبي صلى الله عليه وسلم غزا هؤلاء وكان بهذا فتح مكة. عند الشدائد ماذا نصنع؟ ماذا صنع العرب؟ أين حكام العرب؟ أين أهل الخليج؟ أين العروبة؟ لا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه السيرة تعلم المرء، تعلم العبد ماذا يصنع عند الشدائد، يلتجئ إلى من؟ يلتجئ إلى الله سبحانه. هذه المحبة الحقيقية.